وحول هذا الموضوع يحدثنا سعادة سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء. بداية حبيت نيابة عن كل الموظفين في مركز محمد بن راشد للفضاء نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الدعم اللامحدود لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء وأيضا للبرنامج الفضائي الإماراتي. طبعا اليوم إذا نتكلم عن الاتفاقية التي وقعت بين مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة أكزيم، هاي اتفاقية مميزة من خلالها اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة عندها كرسي إن شاء الله العام المقبل بنطلق رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية على رحلة طويلة المدى. طويلة المدى هاي بتكون 6 شهور وفوق، تقريبا أكثر عن 180 يوم. من خلال الرحلة هاي بنقوم بتجارب علمية مختلفة، بنشارك فيها المجتمع الدولي تجارب مختلفة، ونتوقع نتائج علمية ونتائج إيجابية تطلع في مثل المهمات هذه. أيضا هاي فرصة لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تشارك من خلال رائد فضاء مع الدول العربية مع المجتمع الإماراتي والمجتمع العربي تجارب مختلفة، أيضا مع الطلبة تجارب تعليمية، التواصل المباشر بين رائد الفضاء والمدارس والجامعات. فإن شاء الله بتكون رحلة إيجابية وبتكون نقلة نوعية في الطيران الفضائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.